2017. متحمسة لأنه أنا هذا الفيلم حلو حضرته، من أحلى الأفلام والأدوار اللي لعبتها نجلاء فتحي. القتيل كان عدو في نادي السيد وكان بيتمرن باستمرار على الرماية. وهي شيز ماي ايدل أصلا، كنا نشوفها مثل البوبي باربي، باربي من الجمال، باربي من الأداء. أنت كمان هاد شوفكو باربي. مرسي. أنت بنهايتها يا فتحي بمعاملتك ليا. أنا طب أنا راجل جاهل ما تعلمتش، تقدري تقولي انت تعليم عملك ايه يا ست يا مثقفه يا